افتتح سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة الفرع الأول لبادل كينغدام بمنطقة الرملي بحضور السيد عبد الله علي عبد الله يتيم مالك شركة بادل كينغدام وعدد من المسؤولين والمهتمين. وجرى خلال الافتتاح تكريم الفائزين في المباراة التي أقيمت على هامش الحفل، حيث نوه سعادة الوزير بأهمية مواصلة دعم القطاع الخاص لتوسيع نطاق المشروعات القائمة في مملكة البحرين وتنويع مجالاتها لتتواكب مع التطلعات المختلفة لأفراد المجتمع، ومنها المشروعات المتعلقة بالرياضات التي تشهد انتشارا واسعا بين مختلف الأعمار، متمنيا سعادته لمشروع بادل كينغدام التوفيق والنجاح. الاتحاد البحريني للبادل دعم الرياضيين لعبة البادل في مملكة البحرين، وأيضا دعم الملاعب ودعم أي جهة تمثل رياضة البادل. طبعا اليوم رياضة البادل في البحرين من تطور ونمو في شريحة كبيرة من اللاعبين، وأيضا حاليا حتى الملاعب في الفترة الأخيرة في البحرين صارت البادل لعبة وايد مشهورة، والناس كلها قامت تلعبها من صغار وكبار، فهي اللعبة هذه صارت وايد مشهورة، واحنا قررنا نفتح محلات البادل على اساس ان ندعم الفريق والاتحاد وندعم لعيبة الاتحاد كلهم والمستويات تعلى. وطبعا عندنا 5 ملاعب، والملاعب هذه تتكون من عندنا كوفي شوب، عندنا فاسيليتيز، وعندنا الملعب السنترال كورت حق اللعيبة اللي يلعبون. طبعا عندنا مدربين عالميين جايبينهم من الخارج لتدريب اللي حاب يتدرب، والحين اخر شيء سوينا اكاديميه ويا واحد معروف اسمه تيتي الماندي جاي البحرين، وسوينا اكاديميه حق وبالذات احنا نستهدف الصغار في العمر على اساس ان ناخذهم هم صغار وندربهم لما يكبرون يصيرون لعيبه محترفين.